الشركات كلها اليوم ما كاش ان سيكتور كي ايبارني لا كريز اوجوردي الي ترانسفيرسال. الركود الذي طال العديد من القطاعات الاقتصادية بسبب الذائقة المالية التي مست البلاد بعد ارتدادات الأزمة النفطية منذ 2014 أدى إلى فقدان 300,000 عامل لمناصبهم حسب تقديرات منتدى رؤساء المؤسسات الأخيرة، إلى جانب خسائر أضرت كثيرا بالمؤسسات الاقتصادية أرجعها المتعاملون الاقتصاديون إلى عدة أسباب. ما يهمنا هو مرافقة البنوك خاصة فيما تعلق بنسبة الفوائد المقدمة والتأخر في تسديد الديون بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد، تفرض علينا غرامات وضرائب وفوائد مبالغ فيها. من الصعب التقيد بدفتر الشروط، هناك عقود يجب إمضاؤها في شهر جوان، يجب أن نكون واقعيين حيث لا يتم إمضاؤها إلا في شهر ديسمبر، وللمؤسسة في نفس الوقت أعباء مالية يجب تحملها ومناصب عمل أيضا حيث نواجه خطر تسريح العمال. بحث حلول تخرج المؤسسات الاقتصادية من ذائقتها المالية وفق مقترحات يناشدها المتعاملون الاقتصاديون تصب في اتجاه يسعى لوضع قاعدة صلبة للاقتصاد المنتج. Parmi les mesures urgentes, on a le dispositif banque entreprise. Tout de suite, il faut le mettre en œuvre parce que. من بين القرارات المستعجلة التي يجب اتخاذها مراجعة العلاقة بين المؤسسة والبنك. للشركات ديون مع البنوك، عندما تعجز عن دفعها ستتراكم عليها الغرامات ما يؤدي إلى عجز الشركة، وثاني إجراء استعجالي مع مصلحة الضرائب، ففي حال عدم تسديد الضرائب في الوقت تتضاعف الغرامات، ويجب تسوية الوضعية مع الضمان الاجتماعي والضمان الاجتماعي لغير الأجراء مع منح مهلة للتسديد. مقاربات أرباب العمل والمؤسسات الاقتصادية هدفها إعادة بعث نشاط المؤسسات التي تعاني صعوبات والأخرى المهددة بالإفلاس، فهل ستتفق هذه المقاربات مع الإجراءات الحكومية التي ستطبق ميدانياً؟